مرة يا يلا تحيي ابو بندر. الله يبقيك. مرة يا ابو رباح انا كنت في الديرة وكنت ايش اسمه في الديرة، كان جدولي يختلف. في الديرة كان الصبح دوام وبعدها نروح عند خابر، نروح للبر ونسجل هذا. فيه كان شاعر اسمه طليان الجحدلي ابو بدر الله يمسيه بالخير، كان شاعر محاور معروف، ارسل قصيده لي في وانا في ساجر. قال يقول طويل القصيده بس من ضمنها ابيات عجيبه، يقول صارت حياتي شجره ملحيه، صارت حياتي شجره ملحيه وفرشت لي قدامها سجاده، ما فات منها مصارعه مع وقتي واللي بقى منها دعاء وعباده. الله وقت الله لا تدور غيره مثل المحيط اللي تطول ابعاده. الله وقول تكفى يا بديع افكاري، وصل لابو بندر جواب ونادى، عبد الله اللي محزمه في عتيبه قبيله وقت اللي قا سداده كفك الطيب. بعدين راح لنهايتها، انا شحني ابو بدر. ثم هو من مدينه الكامل اللي حول مكه تقريبا، مدينه الكامل. أنا كتبت لي ذاك يوم أبيات، قلت لا إله إلا الله اللي علم كل الغيوب سبحانه، لا إله إلا الله اللي علم كل الغيوب، جل شان اللي جميع البشر تطلب رضاه، بعدها يا هاجس يقوم فالما جفت نوب، صاحبك ذا اليوم ما عاد يدري وش وراه، ناطح خطوط السفر من شمال ومن جنوب ويطرق أفكار الشعر والقوافي ما تباه لي حوالي حول، في نومتي شبه مغصوب قبل شمس الضحى والسواد أرجم مساه والرفيق الله معه، لو تحيط بها العيوب من بغاني صاحبه، كنت في الشدة معاه طاري اللي صاحب عن ثرى مكة جنوب، كل ما جيت لمحت المكارم في خفا شيخ دوم وشيخ تفوق مقدار الوجوب، مزبن المضيوم والكفل احتاجها لقاه جحدلي والجحدلي فوق طيبة ما يتوب، لاني ولا سلعة ما نعم والله فيه وفيك صح لسانك. هذا موقف مع ابو بدر الشاعر طلع علي، والله هو اليوم طلع علي السجن.